طبعا ده الشاور، احنا بعد ما عملنا الشاور حاجة تقيلة وممكن تخف تاني زي ما انتوا شايفين اهو، ده تقيل جدا يعني ياخد كمان لترين مية، 10 لتر شاور، تكلفة بسيطة أقل من 25 جنيه هتستخدميهم، وحاجة ممتازة. 10 لتر، شوف انت بتجيبي الشاور بتجيبي ال2 لتر بكام؟ مش أقل من 35 جنيه و40 جنيه. فالنهاردة انت بتعملي 10 لتر بال25 جنيه أو ب23 جنيه بالظبط. تعالوا نشوف هنعمله ازاي، خشوا معانا في الفيديو، متنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل ما هو جديد. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هوريكم طريقة عمل الشاور جل في البيت وبطريقة مبسطة وبطريقة سهلة وبسيطة جدا، ومش هتكون مكلفة معاك وهتكون اوفر معاك كتير من اللي بتشتريه من السوق. في البداية هيكون معانا المكونات اللي معانا، هيكون معانا 8 كيلو تايلوس، وبرضو حوالي 150 جرام او 170 جرام تكسابون. طبعا التكسابون ده احنا بنستخدمه في كذا حاجة، ومعانا اللون ومعانا الريحة، طبعا الريحة اللي انتوا تفضلوها. التكسابون والتالوس ده بيجي من اي محل منظفات متواجد بيبيع خامات. نبدأ ان شاء الله نوريكم ازاي. اهم حاجة ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. هنعمل 5 كيلو، 5 لتر او 5 كيلو شاور جل. معانا في البداية المية اهي، طبعا احنا نبدأ نفضي معانا المية اهي. دي ازازة 5 لتر تبقى متوفرة عندك، او تملى المية بأي زيادة حاجة ساقعة عندك. 5 لتر مية، وتشوفي التول بتاعه عامل ازاي. في البداية هنمسك التايلوس كده، ونفضيه واحدة واحدة ونقلبه باستمرار. أهم حاجة في تقليبه عشان ما يعملش كلاكيع معاك. طبعا التقليب يكون دايما باستمرار وبسرعة عشان ما يعملش معاك اي كلاكيع. زي ما انتم شايفين كده التقليب باستمرار. طبعا احنا بنقلب واحدة واحدة بالراحة، أهم حاجة عشان ما يعملش معانا كلاكيع. كده فضينا التايلوس كله اللي معانا، طبعا التايلوس ده اللي بيتقل معانا الشاور. ونبدأ نجيب التكسابون ونفضيه ونقلبه باستمرار برضه.
طبعا احنا عندنا التكسابون ده بنستخدمه في كذا حاجة في المنظفات. نعمل بقى جامد زي ما احنا شايفين كده، الشاور تقل معانا اهو، بس اهم حاجة تقليب التكسابون باستمرار عشان يمتزج الخليط كله مع بعضيه. واحنا زي ما احنا شايفين اهو شفت له، ونوريكم برضو بعد ما نخلص، وبعد ما هو بيتقل كده احنا نبقى سهل ان احنا ايه نزوده ميه تاني. طبعا هو كده تقيل معانا جدا، زي ما انتم شايفين كده اهو، كل ما انا بقلب على طول باستمرار بيتقل معانا، فاحنا نضطر ان احنا نزوده كمان ميه. طبعا احنا زودنا كمية المية، احنا دلوقتي عدينا 10 لتر، وعلى فكرة حاجة تبقى حاجة رخيصة جدا معاكي. يعني شوف انت بتجيبي جيركن الشاور بكام، ده الشاور بالنسبة لنا اهو وهرولكم. ماشي، هنبدأ نحط معانا ريحة. طبعا انا هحط عندي ريحة التوت، انا بحب ريحة التوت جدا. تمام، انت بقى الريحة اللي تريحك عايزة تشتريها وبتجيبيها من اي مكان، دي الريحة اللي بتريحك. حوالي 200 جرام ريحة لو هتجيبي ده بالنسبة للريحة المائية، انما لو هتجيبي ريحة زيتية بتاع حوالي هتجيب مثلا بتاع حوالي 15 جرام بس، لأن الريحة الزيتية طبعا بتكون أقوى وأشد. طبعا طلع الريحة حاجة ممتازة جدا. وادي معانا كمان اللون ده عشان أنا بحب ريحة التوت فخليت لونه أحمر، استخدمت اللي هي ريحة التوت. وزي ما انتم شايفين ان هو تقيل جدا، وبرضو هنكتب لكم المكونات في صندوق الوصف. اهم حاجه ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. طبعا هتلاقي معاكي شاور الرغوة وحاجة عالية جدا معاك، وهيكون افضل معاكي من اللي بتشتريه بره. اهم حاجة ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. يعني كده كل التكلفة ال10 لتر شاور ما كلفونيش زي 25 جنيه، يعني 8 لتر ما بيحصلش 8 لتر شاور من اللي بتجيبيه. اهم حاجة في التقليب بتبقى بتقلبي بحاجة خشب، وزي ما احنا شايفين اهو تقيل جدا وسهل ان انت هتخفيه تاني زي حضراتكم شايفين اهو. الشاور معانا اهو تقيل، انت هتخفيه تاني معاكي. يعني معلش انا هوريكو حاجة كمان، رغوته على ايدي عاملة ازاي، شوفوا كمية الرغوة هتبقى وانا ايدي ناشفة. دي كمية الرغوة، هتبقى كمية رغوة عالية جدا معاك. ومتنسوش الاشتراك ومشاركة الفيديو معانا عشان يوصلكوا كل جديد والناس تستفيد من الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.